كما قلبوا الواو في أذلين أذلون قلبوها ياء يعني. واضح ماشي؟ اجتمعت واو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبوا الواو ياء يعني وضموها في الياء صارت معدي معدي معدي، قلبوا الضمة كسرة يصح الياء صارت معدي ماشي؟ فيها صعوبة شوي. قلنا أصلها معدو، كيف جعلوها معدي؟ كيف أعلوها؟ على أي أساس؟ قال معدو فيها واوان، الواو الأولى ساكنة زائدة على الكلمة صواب ومفعول تستحق الإدغام لأنهم مثلان اجتمع صحيح الإدغام، كأنها غير موجودة، هي شخصيتها أصلا زائدة وساكنة يزيد ضعفها وتستحق الإدغام، الحرف المضام كلا شيء، إذا اعتبرها غير موجودة. الواو الأخيرة في التقدير ولي الضمة الدال، وكما هي في أدل قلت أدلون قلبت الواو الأخيرة ياء يعني. قلت أدلين ثم قلت أدلين فإنها غير موجودة، قالوا فيها أدغموا فيها الواو الأولى فصارت معدي والله أعلم. فعلا إذا كانت لامها واوا وعينها مكسورة فذلك قسمان، إذا كانت عينها غير واو فالإعلال أرجح، مثل رضية رضية ورضية مثل رضية رضية صار رضية أبوي رضية صار رضية لامها واو وعينها مكسورة، الراجح الإعلال. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وقولي مرضوة، راجح كذا. إذا كانت عينها واو كقوية قوية 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 فيجب الإعلال، قوية تقول مقوي عليهم، أصلها مقوو بثلاث واوات، الواو الأولى عن الكلمة والثانية وهو مفعول والثالثة لام الكلمة، قلب الواو الأخيرة ياء، اجتمعت واو والياء في كلمة سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وضمت صارت مقوي ثم قلب الضم كسر لتصح الياء ماشي. إذن فعل الذي لامه واو ثلاث أقسام، ما يترجح فيه التصحيح وهو ما عينه مفتوحة، وما يترجح الإعلال وهو ما عينه ليست واو ولكنها مكسورة، وما يتحتم فيه الإعلال وهو ما كانت عينه مكسورة وهي واو ماشي. أنا أقول واصح وصحح المبعولة من نحو عادة وأعدل لم تتحر الأجودة السبر كذا كذا وجهين جاء الفعول من ذي الواو إلى ما جمعنا وفردين عن يعني الفعول، الفعول لامه واو كعصا أصعصو الواو الأولى، واو فعول كجنود وبرود، والواو الأخيرة لام الكلمة عصو. اجتمع عندي واوان واوان وضم ثقيل، قلبوا الواو الأخيرة ياء صارت عصوي، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقل الواو والياء صارت عصي عصي هكذا، قلب الضم كسر صارت عصي، أتبعنا الفاء للعين كراهة الانتقال من حركتين مختلفتين، إذا قلت عصي عصي صعب قلنا عصي فلقوا حبالهم وعصيهم. وقال بعضهم محمول على باب أذلين، عصو الواو الأولى زائدة ساكنة تستحق الإدغام فكلا وجود، قلب الواو الأخيرة ياء كما هو في أذلين، فاجتمعت الواو الياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون ماشي. قد تكون فعول مصدرا مثل سما سموا عتا عتوا عسى عسوا، أما بالنسبة لي دلو ودلو وعصا وعصو هذه هذا جمع، وابن مالك ساوى بينهما كذا كذا وجهين جل فعول من الواو لام جمع كعصي ودلي أو فرد كسماء سموة، وعلى هو ساوى بينهما. قال ابن مالك ليس سيين التصحيح في المفرد أكثر، وعتوا عتوا كبيرا، عسى الشيخ عسوا، عتا عتوا، سما سموا، واما في الجمع فالاكثر في الاعلال.
قال بعضهم عبروا عنها ب باب قلب الواوي ياء عند اجتماع واوين أو سلام في طرفا في جمع أبو في جمع أولاهما زائدة أبو عصول ولا زائدة. أنا أقول كذا كذا وجهين جلف وعول من الواوي لا ما جمع أو فردية عن شذ 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 بهو جمع بهول صابه شذ بهو تصحيح فيها بهو ونجو السحاب الرقيق ونحو جهة وأخو وأبو صابو كل شذ هذا جمع وصاحوا فيه أصلا كل فعول. قال أبا الذم أخلاق الكسائي وانتمى به المجد أخلاق الأبو السوابقي. أليس من البلاء وجيب قلبي وإيضاع الهموم على النجو فأحزن أن تكون على عدو فأحزن فأفرح أن تكون على عدو وأحزن أن تكون فأفرح أن فأحزن أن تكون على صديق وأفرح أن تكون على عدو بدموعه على عدو. أنا قوله أليس من البلاء وجيب قلبي وإيضاع الهموم مع النجو صح صار نجو نجو الشغل بالشعر إلى سبع حرف رقيقة ونحو سمع سيبوين عربا يقولون إنكم لتطيرون في نحو كثيرة إجهات كذا كذا وجهين جلف وعول من ذلواه إلى ما جمع أو فردين عين وضع جمع كعصي عصي ودلي فرض من السماء سموه وعتاه تفاشا وشاع نحو نيم في نومين نوم وصوم وقوم العين واو ومع ذلك علوه قالوا في صائم صيم ما الذي فعلوه قال هما واوان الأخيرة منهما تقارب لام الكلمة والآخر ضعيف ومجاور الضعيف ضعيف فقلبوها ياء فاجتمعت واو والياء في كلمة وسبقت لهما فقالوا صيم ونيم صيم ونيم وجيع جمع جائع. قال بعضهم ومعرص معرص ميدان اللي بين الحي والعرصة يقال العرصة ومعرص تغلي المراجل تحته عجلت طبيخته لقوم جيعي جيعي ما قال جوع غزوع. وقال بعضهم يحمي الصحابة إذا تكون كريهة فإذا هم نزلوا فمأوى العيلي العيلي الجليل.